يلا السلام عليكم اخوتنا، فيديو جديد. اي اخوان، نظفت المحمية البارحة ورتبت الوضع، يعني من بعد ما استقرت الفنادق. هي مو استقرت، هم بدها تتلم عشاش من جديد، فانا اذا اظل وياها اظل اشمر بالمواد مال التعشيش وما اكنس، خاف تروح المواد مال التعشيش، وهم المستنبت هذا استنبت وكلنا الدخن وما دخن. يا الله، اول شي نسلم على كعكول. ها كعاكيل، هلو. اي قطع لهم، قطع لهم مواد ما تعشيش. قطع 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 قطع. كعكولي الحلو. يا الله، بسم الله. شوف شكو اكو ناس يشتغل، اكو ناس يشتغل. شوف اخوان، هاي قشور البيض، هاي ما شاء الله فخس اعتقيد. طقنا نظرة نظرة تحتولية بعبولية. يعني ايش عندك نظام معين؟ ما تقول لي ولك ولك ادت علي من نوني، ما دام ادت علي يعني عندي فراخ. ايش تريد تشوف فراخك يعني؟ لا اكثر ولا اقل. بسم الله ما شاء الله، فقسات كلين. اي أيوة والله، خمسة شباب. واحد وين؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عم خذ راحتك، ما نضايقك، خل اروح اجيب لك ترتيبات ماي ودبس ورتب اغير. اخوان هذا شكلهم، بسم الله ما شاء الله، ذني خمسة. فذني الخمسة راح جبت لي هذا دبس الرمان، تخلطه ويا الماي وتطيه هنا. اول ما يطلع هنا كان الماي مو ست بيضات، يمكن شايف هنا وياكم. يا اخ بعد واحد ورا. يلا المهم بس نشرب من، يعني بس خلي نقار ماله، انا ما جايب لسان لان الشغله مستعجله خطيه، لان المفقسات منه مثل الظاهر لا ماكلات لا شاربات. هو شويه يتحمل هذا الطير، من نوع يتحمل يعني، فخله اشربهم. شوف اخوان، بالنسبه لابعاط وريحانه صراحه ما اكو اي تالف بيناتهم، ولو اكو تالف شابين من اول اسبوع، صار تقريبا 14 يوم. هي هنا بالركن، هي طبعا خافت منه راحت هناك، وهو هناك ويدخل البيت ما ادري جاي يسوي هو. فماكو اي تالف بالنسبه لواحد من الاصدقاء معلق اللي قال مو يصير كل يوم يعني تتغير في حلونه، فيه تطبق طبق جديد، وهاي الظاهر هو جديد فما متابع يعني او ما يعرف تفاصيل القديمه. اخوي انا عندي بس هذني بيت ابو وحيد، بعدهم ذولا بس، هم ذولي يعني مستقرين صار لهم اكثر تقريبا سنه هيك، بس شنو انتاجهم مو مضبوط. ليش؟ لان هي سنجل وهذا يلو دبل يلو، هذا الفحل مالهم دبل فاكتور بس اني يلو فيس، يعني بالانتاج مالهم زباله. لو يطلع لك سنجل فاكتور اللي هو هذا، وحتى العلامات مال فول بودي يعني، هو لو يطلع ذاك شوف وحيد هذا هو، يعني هم لون زباله ويلو، يعني لو يطلع لي دبل فاكتور يطلع يلو، لو يطلع لي سنجل فاكتور وهذا المستوى ماله. فليش جبت الدنيا اللي في حله اثنين؟ انا تعبان تعبان، هذا الاثنين دبل فاكتور اثنين جولدن اوت. فاطبق السكاي على الفايلوت، على المدطور الفايلوت، ولو هو ما بي فايلوت، هذا السكاي ما بي فايلوت بس هي بيها فايلوت. فايلوت يعني ان شاء الله اطبقها واشوف شنو الوضعيه. افضل يكون دبل على دبل افضل من سنجل فاكتور، اللي يعرف التصنيفات مال الرينبو راح يفهمني. فمن هذا الباب يعني اللي طبق جديد هو، مو راح اطبق كل شوي اطبق. فهسه ماكو بيناتهم اي توالف، لو اكو بيناتهم توالف شافتهم. هذا ابو عاطي راح اراجع على معاطي وياهم وحيد وشوف شنو وضعهم بعد. اي اخوان، فهذا الوضع حاليا، نتيا نزلتها جوفها القفص بوحدها، بعدها ما مكمل غيار الريش، وهذول الشباب خليتهم بالقفص على مود ياخذون راحتهم. السكاي داخل غيار الريش، وهذا بعد ما اخذين وضعه حتى، يعني تعبانين كلش، مقاومه ما عندهم، فلحد ما يصيرون زينين يعني شهر هيك
واطلع هذا الموبا رجع جوه، وال هاي البايوت اصعدها اطبقها على السكاي، والله كريم ان شاء الله نشوف انتاجهم. فهنا بعاطي ومعاطي ووحيد صارت علقت حاليا بصراحة. يعني اخوان هي يلو فيس وهذا وحيد يلو فيس، اذا اطبقهم شي طلعوا لي يعني كله يلو فيس ووايت فيس يطلع. اللي يعرف التصنيفات مال رينبو راح يفتهم قصدي. با شلون ابو عاطي مشتاق لها خرب انه، بس هي جاي ترضه شوية والفة. والمشكلة بعد كثير مالها يا اخي الطيرة نحسها دخيل الارض، بعد كثير مالها مرات يصير شلون الفحل. راح اسخن لك اربع ليل ازرق يقلب، انا اول مرة شوي شنو فيه صراحة. يمشي ورا الفناجس على بالي انه ماثن. شوفوهن هذا فرخ وهذا فرخ، راح نور الفناجس فراخ سمان. وهاي هاي شوفوها ان شاء الله هاليومين تفقس. سبحان الله يا اخي شوف صغير بس بيناتهم لغة، هاي امهم نص عليهم يعرفون يروحون. شوف ايش قدوته، خل استغل الفرصة و اصور بيض مالها ما منقر. هاي شوف البيض مالها ما منقر، ماكو والله ما بيهم بعدهن بعدين بعدين. خلينا نشوف النخاف زاوية فتحة. اي ابو زين شفتن هايكو فتحة هنا، خليك بس خلينا نجي هاي كابسة، لان هذا الفرخ منه بصراحة يطلع ما تبين انت ما تبين انت بس لو لا حلو. حلو بس نخلي هنا نخلي لنا حصه. شوفوا ظرف صغير هم يطلع من عنده، ممكن انا ظرف متبع يا اخوان. هذا بجد الحصوائي، شوف شوف صار على باله امه باله، هذا هو هاي على باله امه تيه هو تيه هو حقيقي تيه. يلا شوف اذا صار تطورات راح نصور لكم. هذا فيديو دسم صراحة مال فراخ السمان. سبحان الله باجي بيشوف سوته يا عبال امه هاي شلع قلبه ولك روح لامك. يلا شيل شوف شو دوته فاونه بقد الاصبع هاي مكان. يلا روح يلا اخوان هنا انتهي الفيديو، اشوفكم على خير.